السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا الضابط والصغير وهي البابتة الخامسة. استبق صارت الساعة 12 بالليل، أخذت الدفتر وقعدت أكتب القصة مالتي. طبعا أنا كلش أحب أقرأ وأكتب قصص من أقعد أكتب أروح الغير أنا فهد. رحنا للمركز وقضيناها شغل وتحقيق وكملنا وجعلنا الشقة اللي أجابتها أنا وعلي على مود الشغل. وصلت للبيت، طبيت، سبحت، وبدلت، وحطيت راسي على المخدة، وجدت على بالي الغزالة اللي شفتها وما أدري إيش صار بيها. والله أتذكر نظرات عيونها وشكلها وكل شي بيها، ما تمشي وتفوت يا مجموعة ولد، تنزل راسها وما ترفع كلش، كبرت بعيني. عاد ما حسيت على نفسي ونمت وقعدت على صوت المنبه. تبارك كملت من القصة، ظليت صافنة وأتخيل نفسي بمكان الأبطال. وبعدين جتي على راسي أفكار القصة، وبدون ما أحس غفيت وقعدت على صوت منبه. قمت غسلت وبدلت ملابس المدرسة حتى نسلم الكتب لهم، وحطيت لمسات الأخير الواقي الشمس والعطاء وراحية الآيات. تبارك دقيت الباب، طلعت لي تبارك. تبارك صباح الخير، آيات صباح النور، آيات شلونك، تبارك الحمد لله، كبد انت شلونك، آيات الحمد لله، يلا تعي فوتي بين ما حضر قراضي والبس الحذاء. تبارك ماشي كبد، طبيت قعدت تنتظرها وكملت. طلعنا المدرسة، فمن وصلت مشيت سيارة مشيت سيارة الضباط والعسكريين، قلت ملكي اش عجب ما جايين. تبارك وانا شالي خليت ودخلت للمدرسة، مدرت بال نوب، شفت حواء توتة راحت صديقتها. حواء يا هلا، تبارك يا هلا بيك، عمر شلونك، حواء الحمد لله، يلا تعال خلي اروح يم الشله، هذا اخر يوم. تبارك ولك، انا اصلا ما ذا اتحمل فكره ان اظل اشهر بعيده عنكم. حواء انا همه والله. تبارك اوف، يلا امشي، خلي اروح. حواء يلا امشي. تبارك رحنا قعدنا مكان وضعنا مسولف لحد ما دق الجرس، وفتنا القاعات والاسامي نسلم الكتب، وكل كتاب ويا مجموعته. فهد قعدت على صوت المنبه، غسلت وبدلت وروحت للمركز. وبعد ما نروح يم المدارس وأشوف الغزال لأن يعني خلصنا شغل. وهناك عاد وصلت للمركز وبدأ الشغل، وعلي خبصني خبص كل شوية يقول علي ولك فهد. بعد ما أشوف الحمامة مالتي شلون هسه، فهد ثول كل مجال طولب بعرض. أكلت راسي على مود صغيرة أمشي كمل شغلك، وبلا كلام لا أقول أن هسه لا أقوم هسه، والله تموتتني، أريد أشتغل وما أركز. من وراك بعصبية يحش علي، دسكت دسكت حقق، ما تعرف شعوري لين أنت وينك وين الحب. ثاني شي كمل شغلي من الباحة، وبغيت بس أنت، يعني أنا مرتاح اليوم. فهد لا خاف، زعلت حبيبي، يلا شوفني عرض شتافك وتعال وياي على مود نكمل. علي دي طيب، والله لو تموت. فهد تعال بالله، بلا كلام زايد، يلا علي إجا. جيت أمر لله، شعدي عليك، شدي عليك هسه. فهد ساكت، قضيناها شغل تعقيد الليل، يلا خلصت. تبارك طبعنا القاعات وطيناهم الكتب، وانا شوية واختم القرآن، ما اريد الوقت يخلص بسرعة. تبارك كان صخلة، شو وقت طلعتي؟ حواء قبلك بشوية. تبارك ام اوكي. عاد النوب، رحنا يم شلتنا اللي هي زينب ورسول وفاطمة وروز، طبعا روز تصير بنت خال حواء. رحنا قعدنا نسولف وزينب طنقرة وجهها. تبارك هازوز، ايش بيك قلب الوجه، خير صاير؟ زينب دين شبي اليوم كيفه؟ وبدلت كشخت، واخر شي ما اجى الضابط ضربني. تبارك هي زينب حكيت وانا متت من الضحك عليها. تبارك عزب عينك، اذا صدق وليش هاي شنو؟ لين لا زينب ما عرفت شي، ونوب دق اللي ضربني بوريد حسسني انه هو وعدك بزواج وخطب غيرك. بعدين زينب شبي تبو ترى لازمك وموتش هسه. تبارك اي حبيبتي للزعنين، خلي ولي يروح هو، يجون عشرة غيره. زينب دين شبي، لك شفتيني سايق تاكسي او كوستر غير الشاقة وياك، بس هو والله حلو. تبارك اضحك، خبر غيرتش غيبتش بس مال الحلو، والله حلو، ليش اكذب؟ بس مبين مغرور، عابتش قد اضوجه من المغرورين. البنات ها تبارك شن السالفة؟ تبارك انشبن ولش مو قصدي شي، بس الواحد يقول الصديق زينب ويا يعني صدقتش. تبارك نشبي لك. عاد قعدنا ونضحك والإشاقة، ومشينا مشي الوقت ورحت. رحنا البيت، فهد كملنا شغل، رجعنا البيت ونفس الروتين عادي. بعد مرور أسبوع نفس الروتين، لا كنا قاعدين للبيت ما عدنا شغل، قاعدين بالبيت ما عدنا شغل، كملنا ورجعنا ووقت. كان علي يقول، علي أقول فهد خلينا نطلع شوية نفع نفسنا شوية
كله شغل وتحقيق ملينا فهد. اي والله كلامك صح، يلا اليوم حضر نفسك بثمانية بالليل نطلع للمول. علي والله هذا الحكي زين هسه تمام فهد، ولك قلت انك مره قاعد توسل بأحد يطلعها. علي دنشب شو اسوي هذا ضوجه وانت كايب 24 ساعة قاعد حاجبك ما ادري ايش بيه عقد ايش واجبك فهد. ها انا ولا قد اصبر اليوم اشوفك العاقد حواجبه حاجبه شي يسوي. علي اي والله بوديك فك العقدة شوية فهد. اضحك اصبر اصبر. الباب السادس تبارك كمان امتحانات واخر اخي ما يتكل لوش اجت العطلة وهسه راح اشبع نوم. تبارك قعدت الصبح ضوجة صار الاسبوع ما ادري اسبوعين مكملت امتحانات ورعت. قلت امي تبارك ماما خلي نروح المكان نطلع ترى ضوجة كملنا امتحانات همين شنو العذر الجديد نريد نغير جو. أمي يمه شعدنا طالعين خلينا بالبيت أحسن. تبارك يمه يا بيت بابش صدق تحكين امتحانات وخلصت مو قلتي من نكمل نقوم نطلع لو شنو فدوى أروح لك طوجة كلش ومخلوقة لا طب ولا طلعة الله يخليك خلي نروح المكان. أمي الله كريم يمه خلي نشوف أبوك أول. تبارك يا أخي ما فكت العودة الأولى بقى بس أبوي. تبارك على صحة إخواني دلوا حسوني وينكم دلوا حسوني ها خير وش تبدين. تبارك ولكم راح نروح البيت جدو حضروا نفسكم دلوا حسوني قولي والله اي واخيرا راح نطلع شوية من البيت. تبارك اي ولكم قمنا نضحك ونقمز عاد رحنا قنعنا بابا وقبل اروح هسه اكيد تقول ليش فرحتي ما راح تروحين البيت جدج يعني قابل وين طالعة بس انا من اروح البيت جدو عدكم بنت خالي وخالتي مرة خالي هناك اموت عليهم مناك من اروح اقنعهم نطلع للمول لو شوف وين بس احنا وطلعة وياهم كلش حلوة فمن هاي قنعت امي على مود اروح. عاد كملنا واحنا البيت جدوح على حظي لقيت بيت خالي هم موجودين. خالو عنده 4 بنات الكبيرة ساندرا 23 سنة وننوش 20 سنة رسل 11 سنة وهدير 4 سنوات. عاد سلمنا وقعدنا شوية رحت قلت ساندرا على مود طلعة وهي قبلت انه بغت بس مرت خالي هم 23 سنة. خالتي ما تجيني من بيتهم خطار بس مرات خالي راح تجي واخيرا راح اطلع. انا احنا بدلنا ولبسنا نفس الشيء البنطلون الكابوي والبدل الاسود بس البديات كل وحده شكل الفيكه بس طلعنا كلش حلوات وسوينا شعرنا وهنا حطينا مكياج سموكي اسود بس انا ما حطيت بس حمرة بناتيه وشويه مسكره. كملنا وخابرنا السائق على مود يجي اخذنا واتفقنا بروح المول زيون. فصارت الساعه 7:30 دخلت سبحت وكملت لبست البنطلون الكابوي البدين السوداني الاسود ضليت ضيق عليه ببزن العضلات وعلي لبس البنطلون الاسود والبدين نيلي وهم ببزن عضلاته. طبعا علي وفهد ماكو فرق بيناتهم بالطول لو بالجسم بس الشكل. فهد اقول لك علي وين روح هسه يا مول. علي خليه بروح المول زيوني يقولون حلو. فهد يلا لا تخليني نتوكل. ها طلعنا بالسيارة وصلنا للمول وصدق كلش حلو كانوا. بعدين قمنا نفتر واشترينا اغراض وملابس انه والاهالينا انه بتعبنا من الفراغ قلنا خلي نطب شوية نقعد بالكافيتريا. واحنا نطبينا وقعدنا علي قام يحشش على ولد هذولة اللي لابسين بناطية مشققة وحافين وجوههم صابقين شعبهم خرب من الضحك. علي فهد ولك بو هذولة خرب شرفك دولة محسوبين عليه نيلو على البنات. فهد والله ما ادري اروح اسألهم لك. علي والله اروح اسألهم خرب شوف في المشي ولك راح اقوم لهم. فهد ولك انت شعريك بهم شبيك حارق حمامك. علي ولك مو ينرفزوني حمامات الله خالقهم ولد. فهد علي يحكي وانا شبعان ضحك. علي انه علي راح طلب فتشي انه نوكل جنة من الحكي والفراح عاد جاب الاكل وقمنا ناكل وبعدين كملنا وطب طلبنا تحلية قاعدين نسولف انا فعت راسي شان اشوف. تبارك طلعنا بالسبعة وبعدين وصلنا افترينا شوية واشترينا قراض وكومة ملابس اكسسوارات وبنات اشترينا مكياج وهاي سولف. عاد صابت بالتسعة طبينا الكافترين لان تعبنا قلنا شوية نستريح ونشرب شي همين النوب. قامت مرات خالو تجيب الاكل بيتزا وعصير اكلنا وكملنا وبعدين ضلينا شوية قاعدين نسولف. حسيت اكو احد قاعد يبوا علي بي بس غلست بعدين دريت وجهي على الصفحة الثانية كان اشوف طاولة بيها 2 شباب طلعوا الضباط اللي اجوا على مود تفتيش. انتبهت الواحد كان يبوا علي بس انا غلست ما دريت بال قلت يمكن انتبه علي ودي يحاول يذكرني. فهد قاعدين وكان ارفع راسي وبوعت كان اشوف الغزاله وياها 2 بنات بس خرب عرضهن شنو من جمال شايلات بس ما اهتميت لهن. بوع الغزاله كلش اتعصبت من لبس هي جذب النظر
بالقوة وجسمها كله مفصل وظليت أباوع عليها. بعدين هي شافتني بس ما دابت بال، غلست أنا عيوني صابت بقصتي ليش تجاهني. فهد بقلبه يحكي طبعا تجاهني، هي أصلا وين تعرفني؟ قابل أخوها لو ابن عمها. وثاني شي ليش أصلا تباوع؟ ليش منتظر منها قابل؟ وليش هالشي ضجت ومن لبس هالشي علي بيها؟ قوم كومة أفكار جت بعقلي، تبغى قاعد نسولف وجت عيني بعين الضابط أشو هذا قبل خزمني، وقلت بقلبي قبل شوي شو مسويت لأنا عابة. نوبة خلصنا وكملنا، ما احنا طلعنا بس ظليت أفكر هذا ليش خزمني. أنا وبعدين عفت السالفة ما اهتميت بيها لأن طبعي ما أهتم إذا صارت شغلة وياه. فهد احنا قاعدين نسولف أنا وعلي، وبعدين جت عيني بعين الغزالة خزمتها، ما أدري ليش هجي سويت، بس هي ما دابت بال واندابت وقمت كملت حكي ولا دابت بال اصلا. بعدين انتبه لها طاولة مالتن، قامت هي والبنات اللي وياها وعلي يحكي وياي صافن الغزالة النوب. علي قال علي هو فهد ايش بيك؟ صار لي ساعة احكي وياك وانت مو يمي اصلا. فهد انتبه نفسه، ها ولك دا افكر بامي مشتاق لها باشا من وجعل البصرة لان عطلتنا علي. اي والله وانا هم مشتاق لاهلي باشا اشوفهم. وحضر نفسك اول ما تروح تقول خالتي تعزمني على دولمة، والله مشتهي الدولمة مالتها. فهد يولي قد ابو بطن، هاي ببطنك علي انت شو عليك؟ ليش مضغوط؟ انا مشتاق لخالتي والاكلها انت شنو؟ فهد ايه عبالك ما اعرف سوالفك، انت تريد على مود بطنك ما مشتاق لها. علي شا اذا تعرف اخيك شك وتحجي. فهد مصلحتي تبارك. رحنا طلعنا من المطعم افترينا همين صدق كلش حلو تونسنا وياهن. اتفرت ب 11 رجعنا للبيت، طبعا انا راح اظن ببيت جدو. فهد رحنا رجعنا للشقة بديت وكملت، حطيت راسي على المخدة ظليت افكر بالغزالة اللي ضجت من لبسها وخزرتها. اوف انا شميد بس افكر انه بخليت نمت. تبارك رجعنا للبيت وبدلنا وقمنا نشوف الصور طقيناها شوية سولفنا وضحكنا. بعدين نمت أول ما حطيت راسي على المخدة اجى على بالي ضابط وعيونه شكله. وبعدين أفكر ليش هزاني وعاد خليت ونمت. صار الصبح استغربنا بيت خوالي وخالاتي كلهم مجمعين. عاد غسلت ورحت سلمت عليهم وشوية سألت وسل بنت خالي تبارك أقول لك وسج هاي شكو صاير شبيهم كلهم دي يتعاطون وعيونهم قصتهم. رسول ولدش هذا أمير أبو المشاكل، أبا خالو الباحة بنص الليل متعارك ويا ولد وضربه صار على رأسه وهسه ما ندري ايش بيه. الولد يموت لو يعيش. تبارك يا عزب عينه، ولدش هذا ما يجوز من المشاكل خاب يومه ولا يجوز خطية. جده يوميا ورا من مشكلة وشوية خابه خالي قالوا للولد دخل غيبوبة ما ندري شو وقت يصحى وراح يصير قاعدة عشاية. طبعا الولد من البصرة وابن خالي راح بيت أهل مرته هم بالبصرة ومنك متعارك. إنه ثاني يوم راحوا خوالي للبصرة وصارت القعدة. ظلينا ننتظر لحد الليل، صارت عشاء تقريبا. أجوا سألناهم شنو طلبوا وصارت الصدمة.